مفرومه البلد يا عمنا عالسلامه على الشطه واللحمه الشوايه. السلام عليكم، لو حضرتك بتبيع عملات ولا ايه؟ بكام بقى العملات؟ بكام العملات دي؟ خمسة جنيه ده يا حبيبي. عرض الطقس النهارده اللحمة المفرومة واللحمة البتنة. اللحمة البتنة ياما واللحمة الشرايح. والشبكة الكاميرات والكاميرات. تلفونات أثرية عمالة. انا هوري حضراتكم. بصوا انا هنا هو في محطه مصر. شفت الحاله الحلوه دي، ان هو في حد يعني واقف وبيبيع اللي هي العملات القديمه وبيشتري، فانا حبيت ان انا اقربه لحضراتكم. بصوا حضراتكم ديت اللي هي عملات دي مش مصريه وبس، كمان عملات في حاجه كده هو برضه عراقيه، وفي هو يجي يجي حضرتك ياباني. بصوا حضراتكم وفي برضه ساعات وحاجات هو حاط كده عشان الهوا، وده الجنيه المصري القديم. بصوا حضراتكم ده الجنيه المصري القديم، دي الخمسة جنيه القديمة جدا. بصوا دي 50 قرش قديمة. بصوا حضراتكم وده ربع جنيه او 25 قرش قديم برضو. بصوا وطبعا ليا الحاجات اللي هي الفكة. بصوا العملة العربية بصراحة هي حاجة جميلة جدا، وحاجة تعتبر نادرة، كل العملات دي نادرة. تطلع معايا انت؟ انت ايه بتتفرج ولا عايز تشتري؟ انا اشتريت 10 من قبل كده، 10 قديمة. عايز ولا بتحب انت العملات القديمة؟ تحب تجمعها؟ بصراحة هواية جميلة، وطبعا ان شاء الله عليك. كويس برضه ان انت ان شاء الله على سنك الصغير ده بتحب الحاجات دي، تهتم بالحاجات دي. ربنا يوفقك يا رب. هي دي اللي عايزك تغيره والله. طيب السلام عليكم. ممكن طب حضرتك تقول لنا عنوان المكان هنا فين بالظبط؟ انا في شارع عبد المنعم. نعم؟ شارع عبد المنعم في محطة مصر، تمام؟ ده هي دي كل الحاجات اللي هي بصوا يا جماعة زي ما شفنا قبل كده العملات، وادي الحاجات اللي هي برضو تعتبر القديمة. التحف تعتبر برد انتيكات. زي ما بقول ايه، عايزه اقول لحضراتكم ان اللي ممكن انت تستغني عنه وترميه غيرك ممكن يشتريه ويستفيد بيه، تمام؟ بصوا حاجات جميله جدا. بصوا حاجات قديمه. ماشي. بصوا زي ما حضراتكم كمان شايفين، بصوا حاجات فعلا قديمه يا جماعه. بصوا هنا اهوت في امتداد شارع عبد المنعم بمحطة مصر. بصوا انا بصراحة عايزة اقول لحضراتكم ان انا اول مرة اجي هنا واول مرة اشوف المكان هنا، فحبيت ان انا انقله لحضراتكم وتشوفوه. ومعايا اسمك ايه بقى؟ هتوديها فين؟ هتوديها فين عشان اتكلم معاك؟ تمام. انا صورت اهو هنا. السلام عليكم. ازاي؟ ده فرش حضرتك؟ ما جاي تشتري؟ طب ماشي. طب ممكن اتكلم مع حضرتك؟ طيب. طب تمام، من غير ما تطلع معايا حضرتك. طب حضرتك بتشتري ايه الحاجات هنا؟ بتيجي هنا بتشتري ايه يعني؟ انا شايفه ان هي حاجات ادوات صيد. يعني هي ديت كل الحاجات دي ادوات صيد. طب قول ممكن تعرفني على الحاجات دي كده اللي انت هتشتريها؟ انا اللي هشتريه ولا لا؟ عرفني على الحاجات ديت. انا جاي اشتري سمود.
ودي اللي هي سنارات بتاعت الصيف. تمام بصوا يا جماعه ايه اسمها بوصه البوصه نكن بوصه نكن بتاعت الصيف. وهنا ده المكنه الصيف دي بقى دي مكنه الصيف دي مكنه الصيف بلا دي ايه دي رملات رملات ده شعر وده شعر بتاع الصيف ده علب سنون دي سنون اللي هي ما دول سنون برضو اللي هم دول دول ودول دول سنون ده اللي بنلاقيه وبعديه معلقه معلقه تجريه هو يعني اقول لك برضو ماشي حضرتك بفر عرفني طيب على الحاجات ديت دول سنين ما عشان بصراحه انا يعني ماليش في موضوع الصيد ده قوي فانا برضو ايه قلت حضرتك برضو تعرفنا. وده البقر ده الشعر ده بتاع الصيف. طب والحاجات اللي هناك ديت اللي هي ايه اللي الحاجات دي لو سمحت الصوره دي ايه بص الحاجات بص الحاجات دي اللي هي ايه بتبين يعني العلامه ان في حاجه شبكت ماشي يعني كل هواه الصيد وكل هواه الصيد هيعرفوا الموضوع ده. طب انا بشكر حضرتك جدا بشكرك السلام عليكم. بص حضراتكم هنا وحضرتك هنا بقى بتبيع ايه لو سمحت؟ بصوا برضو فرش بسيط حضرتك بتبيع ايه هنا بقى؟ ولا عايز حاجه بتاعي ربنا يسهل طيب ربنا يسهل لك الحياه ماشي. واجي برضو هنا هو برضو حد تاني اهو بصوا حاطط ريموتات. انا عايزه اقول لكم يا جماعه زي ما قلت قبل كده ان تحسوا ان شعار المكان هنا ان اللي حضرتكم بتدموه او اللي انت بترميه غيرك ممكن بيشتريه ويستفيد بيه. اللي انت مش شايفه له اي فايده او مش لاقيه له اي حاجه عندك غيرك قوي هيعرف قوي فايدته وممكن بيشتريه بسعر ارخص وبيستفيد بيه. هنا برضو اهو زي ما حضرتك شايفين في مشتركات وفي خلاطات ودي حاجات راوتر بتاع راوترات وحاجات بتاعه الكهرباء وموبايلات قديمه في ناس طبعا وحاجات كشافات بتاعه اللي هي كنور متقطع وحاجات اللي هي المقابض واباجورات وساعات ايد وتسجيلات قديمه وفيديوهات من اللي هي الحاجات وعاد التليفون زي ما حضراتكم شايفين ومنبهات. طبعا الحاجات ديت الموبايلات اثرت عليها جامد المنبهات لان احنا دلوقتي بندوس الموبايل لكن لسه في ناس بتحتفظ بالحاجات ديت وبتحب كمان الحاجات القديمه مجرد ان هي تحتفظ بيها بس حتى لو ما استخدمتهاش اهو زي ما حضراتكم شايفين. انا عايزه اشكر حضراتكم بس انا ايه اسعار هنا اكيد طبعا ايه مش بتبقى بربع ثمن حاجه حقها الحقيقي صح؟ طبعا بقول لك ايه والله العظيم هتطلع بصباح الخير ربنا يكرمكم يا رب كده ربنا يرزقكم. السلام عليكم. السلام عليكم شكرا. واجي يا جماعه اهو بصوا حضراتكم كتاشي اهيت برضو وفي ناس بتيجي وبتشتري هي زي ما حضراتكم شايفين. بصوا بقى كمان في ايه كاميرا طبعا احنا دلوقتي كاميرا اللي هي بتاعت الصور بتاعت زمان على حاسبه ساعات نظارات. بصوا حضراتكم في كمان ملابس تمام اهيت وحتى ملابس قديمه. بصوا كل الحاجات دي يا جماعه بتتباع رخيصه جدا والمنظمات بتاعت حيلك. السلام عليكم ماشي. وادي برضو شاب اهوت برضو هنا اهوت حاطط برضو فرش اللي هي العدد اسمهم ايه المفاتيح؟ ماشي وهم بيشتروا يعني انتوا طب انتوا بتشتريها بقى الحاجات ديت بتستخدمها للبيت ولا هي انت صنايعي بتستخدمها؟ صنايعي بستخدمها يعني اللي معاك دي ايه؟ ديت مبرد ودي بنطه. وحضرتك بقى صنايعي بتاع ايه يعني بتعمل ايه؟ صنايعي ايه يعني مثلا ميكانيكي كهربائي نجار تستخدم دي بقى في الشغل بتاعك؟
المكان هنا او انت بتيجي على طول هنا صح؟ ايوه. والاسعار هنا ايه اخبارها؟ تمام كويس صح؟ اسعار رخيصه. اه الراجل صناعي ده برضو؟ برضو نجار زيك؟ ولا ايه صناعي ايه انت؟ كهربائي. كهربائي ربنا يوفقكم. برضو بتيجي تاخد حاجات من هنا صح؟ ده دحين. انا بصراحه اول مره اكتشف المكان هنا فحبيت ان انا افرجه يعني لمتابعيني. اه ايوه لمتابعيني هنا اهوت عشان خاطر يشوفوه. اه في قناه على اليوتيوب صوت والحاجات دي. اه ايوه ايوه. بص حضراتكم المقصه دي القديمه جدا سينجل. و... اه اسمه سينجر. سينجر سينجر ده اكيد. ده على فكره في حاجات هنا لو حد يعني من اللي هم اللي بيحبوا بيعرفوا الحاجات المقتنيات والحاجات القديمه. على فكره في حاجات ممكن بتتباع غاليه جدا في يعني في بازارات في حاجات كده ممكن يجيبها من هنا ببلاش. بس انا عايزه الناس اللي هي جميعا بتفهم في الحاجات القديمه دي. بتاع زمان جدا ده الميزان. ميزان الميه كان اسمه ميزان. انه ده ده ميزان خشب مثلا بقاله 100 سنه. اه ما شاء الله. ده اثر لوحده. ده بقى بتبيعه بكام؟ بتبيعه بكام ده؟ 40 جنيه. 40 جنيه والله يا بلاش. يعني المفروض الحاجات دي وشغال طبعا. الخشب ميزته ايه؟ ان هو بقاله 100 سنه ولغايه دلوقتي عايش والبتاع بتاعه سليم 100%. انت تعرف ان في ناس بتحب قوي المقتنيات دي؟ وممكن يعني بصراحه بتروح اماكن ثانيه مزادات وحاجات كده اهوت بيدفعوا فيها مبالغ كبيره جدا. بصوا يا جماعه اهو ده مع مكانه بقاله قد ايه؟ ده عمره قد ايه؟ بقاله 100 سنه. 100 سنه ما شاء الله ما شاء الله. وب 40 جنيه بس يا بلاش والله يا بلاش. ومفاتيح زي ما حضراتكم شايفين. بصوا المكان هنا زي ما بقول يا جماعه في حاجات على فكره بتبقى صدف وحاجات قيمه جدا باسعار يعني ولا حاجه ولا حاجه. ماشي انا عايزه اشكرك. ماشي شكرا يا جماعه. صورتك خلاص. ماشي شكرا. السلام عليكم. ماشي السلام عليكم. سلام. ده المكان اهو حضراتكم محطة مصر شارع عبد المنعم في محطة مصر. تامر ومعايا كمان تامر هنا برضو عامل برضو فرش كده برضو بسيط للي هي للموبايلات والتابلت. تمام زي ما حضراتكم شايفين المكان يا جماعة هنا هو. حتى لو ان ما انتوا جاتوش يا جماعة تشتروا انا حبيت ان انتوا حتى تيجوا تتفرجوا تشوفوا اكيد هتشتروا. والله هتلاقوا حاجات قيمة جدا ونادرة جدا باسعار ببلاش. ده يعني مثلا التابلت ده بكام؟ ده طبعا كل الحاجات دي مستعمله وبس بس شغاله. شغال كله شغال بعلبه. طيب يعني التابلت ده بكام ده؟ 700 يا بلاش شغال. والموبايلات طبعا انا شايفه ده فيه كمان موبايلات حديثه كمان. يعني بكام بقى الموبايل يعني بتروح؟ على حسب النوع بتاعه على حسب استعماله على حسب حالته وعلى حسب اللي هو يعني مثلا استعمال قد ايه. في استعمال جديد وفي استعمال خفيف كده يعني. طيب ربنا يوفقك يا رب. ربنا يسهل لك. انا شايفه اهو عايز اصور لحضراتكم. بصوا الموبايلات عشان عايزه اشكر حضرتك جدا. السلام عليكم. بصوا يا